خليك انت هون، نازل اشتري بيض من عند هذا الولد واجي. ماشي؟ طيب ماشي بابا. السلام عليكم. اهلا عمو. وعليكم السلام. كم طبق البيض؟ 15 ليرة عمو. اوف، ليش كل هاد غالي؟ يعني بعشر ليرات بمشي حاله؟ لا عمو، اسمع له اكثر من هيك. طيب طبقين بخمسة عشرين، اذا بمشي حال لا اخذ اثنين. بس هيك بكون اعطيتني رسمال بس عمو. هلا رسمالهم ما رسمالهم، اذا بمشي الحال لا اخذ اثنين وامشي. خلص عمو تكرم عيونك، خدهم برسمالهم بس مشي استفتح واجيب لهم خبز واكل لاهلي. تفضل عمو. هيك بابا حطوا ندول جنبك. ايش بك ليش عم تطلع فيني؟ ما في شي بابا. طيب جوعان؟ تروح على المطعم تتغدى انا وانت؟ ايه بابا بروح. طيب ماشي تكرم عيونك. اهلا وسهلا استاذ، تفضل ايش تحبوا تاكلوا؟ جيب لي واجبتين كريسبي لو سمحت. تكرم عيونك استاذ، اهلا وسهلا. شبعت بابا؟ ايه بابا الحمد لله، الله يرزقك صحة وهنا ابني. يا معلم. نعم استاذ تفضل. جيب لي الحساب لو سمحت. تمام استاذ، 70 ليرة بس. تمام تكرم عيونك. تفضل هي 100. لحظة استاذ ارجع لك الباي. لا لا ترجع شي، خلي الباي لك. تمام ماشي استاذ، الله يرزقك يا رب. يلا ربوان ونخلص نمشي. شلون يا رضوان؟ انبسطت بالمطعم؟ عجبك الأكل؟ ايه بابا الحمد لله، الله يرزقك. ايش بك ليش هيك زعلان؟ ما في شي بابا. طيب اليوم عرس رفيقي، تروح معي على العرس؟ ايه بابا بروح. طيب ماشي تكرم عيونك. قلبي وطرفي على قتلي قد اتفقا، وحيرتا فما لي وللحياة بقى. قد أورثاني هدي هدي ونسمع التحية والسلام من أبو رضوان للعريس بالمئة مليون، والد العريس، عمام العريس بألمانيا، أخوال العريس في حلب، كل الموجودين، كل السهرانين، كل المبسوطين من شهبتنا للتجار. يا رضوان. ليش تساوي؟ ايش بك؟ بابا وديني على البيت. ليش وديك على البيت؟ ايش فيه؟ هيك بابا ما في شيء، بس وديني على البيت. تفضل. شبك؟ شو صار لك ابني؟ ليش هيك سويت؟ بابا انت ليش هيك سويت؟ انا؟ شو سويت انا؟ الولد لما كان عم بيبيع بيض على البسطة ضليت ساعة عم بتفاصله مشان خمس ليرات، وبالاخر اخذت منه البيض برسماله وهو غلبان على امره بس كرمال يبيعك ويروح يجيب له مثل اكل لاهله، وانت صرت تستحكمه مشان خمس ليرات؟ بالمطعم بتقول له للزلمة لا ترجع شي، خلي الباقي إلك. مين لحق، هو ولا الولد اللي كان عم بيبيع البسطة؟ وبالآخر بتجي على العرس بتقوم بتكب المصاري كم؟ بس كده
انه شوفوا نحن عم نكب من مصاري، ليش ما بنورجيه لرب العالمين انه نحن قلبنا على بعض ونساعد بعض؟ شو الفائدة من هالمصاري اللي كبيتهم انت هون وهون؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابا، لازم كل واحد فينا يعرف وين لازم يصرف الليرة، لأنه بالآخر كلنا رح نتحاسب على تصرفاتنا وأعمالنا. في ناس أولى من ناس ولو برش واحد. مو أهم المظاهر قد ما أهم الحساب فوق عند رب العالمين، صح ولا ما صح؟ أكيد وصلت الرسالة مو؟ لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.